شوف هنا الاستعدادات الصقاقير، نشوف خلاص كل اللي شل طيره. وطبعا هنا ابو حمد ونوضح ايضا للمشاهدين اللي انضموا لنا الحين او ما تابعونا الايام اللي راحت، فيه اللي يهد الطير وفيه اللي يدعي الطير. صحيح. والاماكن مختلفه. اللي يهد الطير ما عنده مشكله، بيشيل طيره من خيمه تجهيز الطيور، نعم، وبيروح يمشي للستارت. نعم. ولكن اللجنة جزاهم خير مجهزين باص مكيف، باص الكبير اللي هو أيضا حطوا، لأنهم دائما إذا حطيت في المجال صاحب الشغلة هم صقاقير، ويدرون إذا يبون لهم باص وعر بيملع الطيور ولا بيخبر بتكفى، جايبين من الباصات الريفة نعم للطير ولا راعي الطير يروح.